الثبات، ربي ثبتنا جميعا. علاه؟ لأنه الدنيا معمرة بالمفاجآت. ممكن الإنسان إذا كان في يسر ما شاء الله يعبد ربي ويصلي ومرتاح وكذا، ولكن كي تجي كاش مصيبة يعني ربي بعدها علينا جميعا، نسأل الله العفو والعافية. ثم الإنسان يفتن، يفتن ويحتاج باش ربي يعطي له الثبات. وانتم تعرفوا إخواني الكرام في الحياة كاين اللي كلما يبتلى كلما يزداد إيمانا وثباتا وقربا من الله. حنا نقول بالدرجة من كل ما حنا زيد في العقل. الشاعر زمان قالها، قال جزى الله المصائب كل خير ففي قلبها ولد الرجال. نهار الإنسان يبتلى كي يكون مؤمن يفهم واحد القواعد ذهبية، أن الله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. ممكن واحد منا إذا كان ضعف الإيمان تاعو كي يجربوا ربي يتقلق، وكيفاه علاش غير أنايا والمصائب هذه مر هذه، عندي الطفل مرض وبعدين المرأة مرضت وبعدين يما أدوها للسبيطار وبعدين المشروع التجاري خسر وبعدين الطوموبيل خسرت. تلاقاو أحيانا المصائب تجي هذه مر هذه. يقول لك المصائب لا تأتي فرادى. ممكن يتزعزع هذا الإنسان. أما إذا كان عنده الإيمان يقول مرحبا باللي أعطى الله.